القهوة والموز سحر للبشرة، هتفلتر بشرتك 180 درجة، هتخلي البشرة بيضة زي القشطة، هتشد البشرة من التجاعيد، لو عندك خطوط تعبيرية هتشدها. ما تنسوش تشيروا الفيديو لأصحابك علشان يستفادوا، وصلوا على النبي في الكومنتات وقولوا لي بتابعوني من أي بلد. هجيب معايا قطعة صغيرة من الموز، مش هاخد الموزة كلها، انا هاخد بس حوالي كده حتة صغننة جدا، وزي ما انت شايفة كده بصي قد ايه، يعني ربعها تمام، بس بصراحة نتيجتها تحفة قوي. هضيف عليها معلقة من الحليب، اي نوع حليب بتستخدميه، حليب سايل، معلقة كبيرة تمام. وطبعا زي ما قلت لكم الموز من الحاجات الحلوة قوي اللي بتفتح البشرة وبتدي لها نضارة، اللي بتقلل المسامات الواسعة وبتنضف البشرة. كمان عايز اقول لك ان الموز من الحاجات اللي بتشد البشرة جدا من التجاعيد، وكمان بتملى الخطوط التعبيرية. الحليب من الحاجات اللي بتنضف البشرة جدا وبتنضف المسامات الواسعة، وكمان بتنضف البشرة بعمق. هنا هبدأ ان انا اضرب الموزة كده في الخلاط. لحد ما تنعم معايا خالص، شايفين نعمت معايا جدا، بقت عاملة ازاي، وده قوامها اللي انا محتاجاه، انه يكون ناعم قوي بالشكل ده. بصوا لو فيها اي تكتلات ممكن تهرسيها كده هرسة بسيطة. طبعا لو انت مش حابة ان تنعميها كده او ما عندكيش خلاط، لان في ناس كتير ما بيبقاش عندها خلاط او هاند بلندر او اي حاجة، اهرسيها، بس اهرسيها بالشوكة واهرسيها لي كويس جدا، اللي هو تفرديها على البشرة تستفادي بيها كلها. هضيف عليها معلقة صغيرة جدا من العسل، مفيد جدا 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 لبشرتك، بيملى الخطوط التعبيرية وبيملى البشرة اصلا، وبيخلي البشرة كده موردة ونضارة. بصوا حاجة جميلة وقمر كده. هقلب بقى العسل كويس قوي، لحد ما يندمج كده ويدوب معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده تمام كده. هنا بقى هضيف معايا معلقة من القهوة تكون ممسوحة صغيرة. القهوة فايدتها بتقلل المسامات الواسعة، بتفتح البشرة جدا، بتوحد لون البشرة. كمان من الحاجات اللي بتخلي البشرة ما فيهاش ولا تصبغات ولا بقع ولا كلف ولا نمش ولا اثر حبوب ولا اثر شمس، مع الاستمرارية بجد نتيجتها تحفة. قلبيهم بقى كويس لحد ما يبقى معاكي كده ناعم جدا. بصوا القوام بتاعها والنعومة، وهو ده اللي انا عايزاه. هنركن الماسك القمر ده على جنب ونعمل الماسك التاني، برضو سهل جدا وبمكونات سهلة جدا. جبت معايا طبق، وهضيف في الطبق ده معلقة صغيرة جدا من الفازلين تمام كده، معلقة صغيرة. ممكن استبدل الفازلين بزيت جوز الهند براحتك، المتاح والتي تمام كده. انا بحاول اقولك الحاجة والبديل بتاعها علشان ما تحاوليش كده ايه انك توقفي الوصفة على حاجة واحدة، لأ تمام كده. انا حطيت معلقة صغيرة، هحاول بس ادمجها كده. هضيف على المعلقة دي معلقة صغيرة جدا من العسل. طبعا الفازلين من الحاجات اللي بتخلي البشرة فيها نضارة ونعومة، ده غير ان كمان بتشد البشرة جدا وبترطب ترطيب عميق. هاخد معلقة صغيرة جدا من العسل، ما كملتش كمان معلقة، حاجة بسيطة. ما عندكيش عسل ضيفي معلقة من اي نوع زيت بتحبيه او جل صبار. هقلبهم بس كده تقليبة خفيفة، اللي هو ادخل العسل مع الفازلين. هضيف هنا معايا معلقة صغيرة جدا من زيت الزيتون، وممكن تستبدلي زيت الزيتون بزيت اللوز الحلو او زيت الجنين القمح او لبان الذكر، حلو قوي خصوصا بقى الناس اللي عندها تجاعيد في بشرتها. هحاول هنا اقلب الفازلين كويس جدا جدا لحد ما يبقى ناعم معايا خالص في الزيت تمام، والخطوة دي مهمة جدا. بصوا قوامها بقى عامل ازاي، زي الكريم عادي، بقى اخف كده خالص، والفازلين اتفك معايا وبقى خفيف جدا تمام كده. انا قلبتهم هنا كويس. هنا هضيف معايا برضو حاجة بسيطة جدا من زيت اللوز الحلو، طبعا عشان يشد البشرة وكمان يخلي البشرة فيها كده نعومة ونضارة، ده غير ان كمان بيدي لمعة حلوة جدا جدا جدا. بصوا بيدي لمعة حلوة جدا، زيت اللوز الحلو اصلا من الحاجات الحلوة جدا. بصوا هنا الفازلين يعتبر خف خالص، مش تقيل،
اللي هو تفرديه على البشرة زي الكريم، هوريكو كل ده دلوقتي. تمام كده، انا هنا خلاص قلبتهم لحد ما فكوا معايا تماما، وكده انا عملت الترطيب. يبقى انا كده عملت الترطيب وعملت ماسك القمر ده، الاتنين دول احلى من بعض. هركن دول بقى على جنب ونعمل مع بعض اخر حاجة ممكن تعمليها. طبعا تقدري تعملي كل ده وتستخدميه بالترتيب زي ما هوريكي، وممكن كمان تعملي حاجة واحدة منهم براحتك خالص، بس هنا الترتيب بالنسبة لي حلو لانه بيشد البشرة. هاخد هنا قطعة صغيرة من الموز، حاجة بسيطة برضو، هنا هحاول اهرسها. بصوا بالشوكة تتهرس معاكي بسرعة جدا. معلقة من ترمس او الترمس المر المطحون، او ممكن تستبدليه بالحمص المطحون. تمام، ده سكراب هايل جدا للبشرة في نضارة البشرة وتفتحها، وكمان بيوحد اللون وبيدي للبشرة نعومة خيالية. هاخد كمان معلقة من زيت الزيتون. تمام، وهبدأ اقلبهم كده مع بعض. كمان معايا معلقة بسيطة جدا من القهوة، حاجة خفيفة زي ما قلنا القهوة ايه فوائدها، والماسك كله عموما ايه فوائده. كده عملنا الاسكراب وعملنا الماسك وعملنا الترطيب، جربي التلاتة قسما بالله هتدعيلي من قلبك. تعالوا بقى نجربهم ونشوف نتيجتهم هتبقى عاملة ازاي. واول حاجة هنا وهو اللي استخدمه الاسكراب بتاعي، وده شكله، بصوا حبيباته، تعالوا نجربه. بصوا عامل ازاي، خطير جدا، حبيباته كده. بصوا اعملوا سكراب حركات دائرية لمدة 5 دقايق، وبعد كده بغسل وشي. بجد نتيجة السكراب لوحدها تحفة. بعدها على طول بعمل الماسك بتاعي القمر ده اللي انتوا شايفينه، بجد حلو قوي قوي، شايفين كمية النعومة اللي فيه وحلاوته. تعالوا نجربه، بصوا ناعم جدا جدا. وطبعا زي ما قلت لكم لو في اي تكتلات بسيطه ممكن نهرسها عادي جدا، انا بس عايزاه يبقى ناعم عشان تعرفي تفرديه على البشره. اهم حاجه هتفرديه على البشره كويس جدا، وهتسيبيه من ربع ساعه لنص ساعه لحد ما يجف معاكي تماما. ماسك قمر جدا ونتيجته خياليه من اول استعمال. فازلين ناعم معايا خالص، يعني امن جدا ان انت تحطيه على البشره. الناس اللي بتخاف تحط فازلين على بشرتها وتقول بتسد المسام، انا عملته لكم ككريم في نفس الوقت، ترطيبه يبقى عميق وكمان حلو قوي. طب تعالوا نجربه كده ونشوف شكله. بصوا نقطة واحدة اختفى تماما، خطير، ده اقوى ترطيب ممكن ترطبي بيه البشرة والجسم كمان لو حابة. بجد حلو قوي وريحته حلوة جدا وترطيبه عميق قوي. جربوا الماسك واكتبوا لي النتيجة بتاعته في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول.